نشرة مسائية مفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان في بيروت. مساء الخير، أهلا بكم. انحدار الوضعين المالي والاقتصادي سريع، وعربة الحكومة تكليفا وتأليفا بطيئة، إلى درجة إشارة الوزير جبران باسيل إلى الأسبوع المقبل لعله يحمل جديدا. باسيل الذي أعلن عن اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات لفت إلى أن تكتل لبنان القوي سيقول كلمته الأسبوع المقبل، وقال أيضا إن ما حصل في الشارع يسرع الأمور. تجدر الإشارة إلى أن ما حصل في الشارع ويحصل بلغ 44 يوما، والله وحده يعلم مسار الوضع. على الأرض البنزين يحرق جيوب المواطنين، والسيارات مفرملة، والناس في حيرة بين هذا وبين حريق الدولار الذي تم التداول به نهارا بأكثر من 2300 ليرة ومساء بحوالي 1900 ليرة. وهنا يطرح السؤال، من يتلاعب بسعر الدولار؟ وما هو عدد الصيارف المرخص لهم؟ وماذا عن إضرابهم غدا؟ وفي السياق المالي سؤال عن مدى انعكاسات دفع لبنان المليار ونصف المليار دولار اليوم فوائد ديون. وفي رأي أوساط مالية أن لبنان يحتاج في هذه الفترة حوالي 4 مليارات ليستقيم الوضع ويهدأ. وفي هذا الصدد يعقد اجتماع مالي غدا في قصر بعبدة برئاسة الرئيس عون لعرض الأوضاع المالية في البلاد. وفي الشأن الحكومي قالت مصادر مطلعة إن دورة البحث عن مرشحين لرئاسة الحكومة عادت إلى الرئيس سعد الحريري، وأن تأليف الحكومة سيكون فعلا من خبراء مستقلين وآخرين متعاطفين مع قوى سياسية. نبدأ من البنزين، وتأكيد أصحاب محطات المحروقات الاستمرار في الإضراب إلى حين القبول بالدفع بالعملة اللبنانية. بدورها أعلنت الوزيرة البستاني أن الاثنين سيتم فض عروض المناقصة لاستيراد البنزين. نفذ أصحاب محطات بيع المحروقات في لبنان وموزعو المحروقات وأصحاب الصهاريج إضرابا مفتوحا، بحيث أقفلت كل المحطات في جميع المناطق، وبذلك دخل لبنان في أزمة حقيقية. وأفادت المصادر أن الإضراب سيكون مفتوحا حتى تحقيق مطالب القطاع المحصورة بإصدار جدول تركيب أسعار وفقا لأسعار الدولار الأمريكي، بما ينصف كل العاملين في القطاع من شركات استيراد إلى شركات توزيع إلى محطات البيع وأصحاب الصهاريج. وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني أعلنت عبر تلفزيون لبنان أن الاثنين سوف يتم فض عروض المناقصة لاستخدام البنزين، داعية أصحاب محطات المحروقات والشركات المستوردة للتضامن وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية مع تفهمها لمطالبهم. أنا اليوم حبيت أتوجه لأصحاب المحطات وأصحاب شركات اللي بتستورد النفط، تقلهم أنه اليوم بهالوضع الاقتصاد وبهالأزمة اللي عم بمر فيها البلد، بتمنى عليهم انه نلاقي حل سوا، وما يعني ما يترجم هيدا الحل بعبء اضافي على المواطن. نحن بتعرفوا اخذنا اجراءات وبلشنا يعني اطلقنا مناقصة بتخلص نهار التنين، وناطرين نتيجة نهار التنين ان شاء الله تكون ايجابية تنبلش نستورد نحن البنزين. أصحاب المحطات كان في تواصل مع حضرتك بهذا السياق، عندهم مبادرة معينة ولا برأيك بعض الأمور حتبقى عالقة لنهار التنين؟ بتأمل ما تضل عالقة لنهار التنين، بس كمان أنه يعني كمان برجع بقول لك الحل بدنا نعمله كلنا سوا، وبدهم يتقبلوا كمان أنه في أرباح معينة أكيد يعني عم ندقلهم فيهم، وبتفهم انه ما الموضوع هين، بس كمان مش هين بهالظروف كمان المواطن يعني ينزاد له اعباء اضافيه. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائيه التي يمر بها البلد، ازمه اضافيه خانقه لا يستطيع المواطن ان يتحملها، فهل من فرج قريب؟ نبيل الرفاعي، تلفزيون لبنان.
موفد جامعة الدول العربية جال على المسؤولين مؤكدا التضامن مع لبنان، والرئيس عون أكد أن الوضع لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة. استهل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي جولته الاستطلاعية بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الذي أبلغه أنه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبرا أن الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة، بل علينا العمل معا للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين. ولفت الرئيس عون السفير زكي إلى أن الدعم العربي يجب أن يترجم بخطوات عملية، لا سيما بالنسبة إلى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي والذي نتج في جانب منه بسبب تدفق النازحين السوريين إلى لبنان. من جانبه أكد زكي أن الجامعة العربية تدعم لبنان وهي متضامنة معه وترغب في مساعدته. العبء الأكبر من هذا يكون على عاتق اللبنانيون أنفسهم، لأنه هذا بلدهم وهذه الأوضاع تخصهم في المقام الأول، وما الخارج إلا داعم لما يحدث بالداخل من محاولات للحل ومحاولات لتسوية أي أزمات. ومن عين التين المحزكي إلى صعوبة الدخول على خط التسوية، مشيرا إلى أن الوضع مأزوم والجميع متمسك بمواقفه السياسية. الوضع السياسي يعني مأزوم كما يعلم الجميع، والدخول على خط الحل أو التسوية السياسية أمر ليس سهلا، في هناك يعني تمسك واضح من كل الأطراف بمواقف أساسية، ولكن دعونا أولا نكمل دائرة الاتصالات ونتفاهم مع الجميع حول المعضلات الأساسية وسبل الخروج منها. ومن بيت الوسط، حيث التقى الرئيس سعد الحريري، جدد موفد الجامعة العربية الموقف المتضامن مع لبنان. زكي التقى النائب سامي الجميل الذي طلب بالدعوة إلى الاستشارات النيابية اليوم قبل الغد. مطلوب اليوم تعملوا تكليف لرئيس حكومة حيادي يشكل حكومة حيادية من مختصين بأسرع وقت ممكن، لأنه البلد ما بقى يحمل. ومساء استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون زكي على رأس وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة. زار أيضا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط وعرض معه المستجدات. الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش أطلع القيادات السياسية على مداولات الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن. جولة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السفير يانكوفيتش لإطلاع القيادات السياسية على مداولات الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن واهتمامه بالشق الأمني والاقتصادي. كوفيتش أطلع رئيس الجمهورية على المداولات في جلسة الاثنين، وتناول تطورات الوضع في لبنان ومسار تطبيق القرار 1701 ومضمون البيان الذي صدر بالإجماع عن أعضاء المجلس بعد الاجتماع، والذي تم التأكيد فيه على أهمية المحافظة على الاستقرار في الجنوب اللبناني ودعم الدور الذي تقوم به القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وخلال اللقاء الذي حضره الوزير جريساتي تم التداول في الأوضاع الداخلية والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. كوفيتش زار عين التيني وتناول مع الرئيس نبيه بري التطورات والمستجدات الراهنة ومسار تطبيق القرار 1701. أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن التوقيع على اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، ويمكن أن يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية. أضاف: عندما رفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء تواصلنا مع حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب رفع حركة حساباتنا، ومن هنا أتت فكرة القانون. القانون ما بيتناقض مع المنظومة الحالية وبتلائم مع المعايير الدولية. هلأ أنا قلت باختصار تقدروا تاخدوا نسخة عنه رح يتقدم بكرة لمجلس النواب. أهميته أنه هيدا إذا عن جد بدنا نعمل عملية مكافحة فساد فورية، بس ينقر معناتها كل الناس بتصير على المشرحة بدرس سريع، وهذا ما له مفعول يعني بيرجع سنين لورا، وبيقدر ينكشف كل قائم بهيدي الخدمة العامة
عملية حساباته دغري بيبين إذا في شيء غير منتظم صارت نتيجة تولي لأي مسؤولية. كلنا سمعنا إنه القوى السياسية بدها تحارب الفساد، الشيء اللي صار بالشارع لازم يكون حافز أساسي لأنه هذا الموضوع ما يعود موضوع كلامي يصير يطبق. وهذا الاقتراح القانوني اللي عم بنقدمه بيفرجي مدى صدق والتزام القوى السياسية بإقرار هذا القانون، وهذا محطوط بتصرف الكل. نتمنى أنه يتم إقراره بسرعة. نحن من جهتنا التزمنا وبدرنا وعم ننفذ، وهي الشغلة لو قدرنا نقوم فيها تلقائيا ووافقت هيئة التحقيق الخاصة كنا عملناها. بدها مرتكز قانوني ونتمنى أنه ينقر قريبا. بالنسبة للحكومة إن شاء الله جمعة الجاي بيكون في عنا حكي، ناطرين بعد بكرة والتكتل اللي حيكون عنده موقف يعلن عنه ويفصل قريبا جدا. كتلة الوفاء للمقاومة دعت الحكومة المستقيلة إلى القيام بواجباتها ودانت توتير الشارع واستنفار العصبيات. إن الموجبات الدستورية تفرض على الحكومة المستقيلة القيام بواجباتها في تسيير شؤون الدولة وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب اللبناني، بخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور سعر العملة الوطنية. تدين الكتلة منهجية توتير الشارع واستنفار العصبيات الطائفية والمذهبية ولغة السباب والشتائم والمس بالممتلكات العامة أو الخاصة وقطع الطرقات وتهديد وابتزاز المواطنين أن حصل ذلك، وتدعو القيادات والقوى السياسية للمبادرة إلى ضبط مثل هذه الممارسات حيث أمكن. تجمع عدد من المحتجين أمام مبنى TVA في العدلية وافترشوا الأرض مانعين الموظفين من الدخول. لليوم الرابع والأربعين على التوالي وصل المحتجون تحركاتهم وسط إجراءات أمنية للجيش والقوى الأمن الداخلي. في عكار اعتصم المحتجون أمام مركز نفوس العبد وأقفلوه، ثم انتقلوا إلى مركز المالية والعقارية ومصلحة المياه في حلبة وأقفلوه كذلك. بعد ذلك توجه المحتجون إلى أمام سرايا حلبة وأجيروا وزارة العمل ومركز التعليم المهني والتقني والتنظيم المدني ومؤسسة كهرباء حلبة، ثم قصدوا محلات الصيرفة والأو إم تي وأطلقوا هتافات ضد الفساد. أما في صيدا فقد خرجت مسيرة عددية في شوارع المدينة حيث توجهت باتجاه محلات الأو إم تي والصيرفة التي تم إجبارها على الإقفال. نحن بدنا الاهتمام بالجامعة اللبنانية ومنع الفساد فيها، وبدنا المدارس الرسمية يهتموا فيها، مش عمالة مدارس الرسمية بلبنان كلها نصة من فوق أسخف شيء الحمام ملحنا فيه، هيدي أسخف شيء. وفي سور استمر الحراك أيضا، فقد حاول عدد من المودعين وشباب الحراك اقتحام فرعين لبنك عودي في شارع المصارف. وفي صيدا أيضا شكى التجار سوء الأوضاع الاقتصادية وتأثير الأزمة على أشغالهم، وخصوصا لناحية وجود سعرين لصرف الدولار. الزميل عبد المولى خالد التقى عددا من التجار الذين شكوا ضيق أحوالهم. ما عجل، أنا عم ببيع قطع وعم بشتري فيها أكلنا وشربنا، ما معنا بدي يقول لي اطلع بدي اطلع. ما في ما في ما في شغل، ما في البنوك كمان عم تأثر علينا، ما عم تعطي العالم مصريات يقدر يسحبوا ويشتروا كذا، عن جاي ياكلوا ويشربوا العالم. في بنوك عم تعطي 300 دولار بس بالجمعة، 300 دولار اللي عنده موظفين وعنده هذا كيف بده يدفع له؟ لو في أشغال ما بيسأل الواحد، ما في شيء. لجنة المال النيابية استمعت من وزير المال إلى فزلكة الموازنة، والنائب إبراهيم كنعان وصف مشروع الموازنة بأنه ثوري لا يتضمن أي ضريبة ويتضمن تحميلا لمصرف لبنان والقطاع المصرفي،
5000 مليار ليرة لتخفيض نسبة العجز. اليوم لا تزال ممكن واحد يعتبرها نظريا قائمة كما كانت، لكن ما عم ناخذ بعين الاعتبار لا سعر الصرف ولا الاستحقاقات اللي مقبل. اليوم دفع لبنان استحقاق حسب معرفنا من وزير المال، سدد استحقاق بحدود المليار ونص دولار، وبالتالي هذا الأمر سيتوقف على الأيام اللي جاية على الوضع السياسي العام، على تأليف الحكومة أو عدم تأليفها، على إجراءات يجب أن تؤخذ سريعا من قبل حكومة تصريف الأعمال، لأنه هون بين هلالين كان هنالك شبه إجماع بين النواب مش بس بالمطالبة بتأليف حكومة بشكل سريع وبدون إبطاء، ولكن بقيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها. وبالتالي لجنة الطوارئ المالية يجب أن تقوم بمهامها، أن يكون هنالك هذه اللجنة اللي حكى عنها، وأن تقوم برئاسة كمان رئيس الحكومة المستقيلة رئيس حكومة تصريف الأعمال بعملية ضبط هذا الوضع النقدي والمالي أو بمحاولة معالجته. وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح يرافقه فريق فرنسي تفقد مبنى التلفزيون في الحزمية، مشددا على التعاون لإعادة إطلاق القناة 9 ومهود بتلفزيون لبنان. في إطار الجهود التي يقوم بها وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح للنهوض بتلفزيون لبنان وإعادته إلى سابق عهده وإلى الصدارة من جديد، قام بجولة استطلاعية في مبنى التلفزيون في الحزمية برفقة فريق إداري وتقني من تلفزيون فرانس 24 الفرنسي للبحث في فرص التعاون والتنسيق بين المؤسستين الإعلاميتين. هذا التلفزيون مفروض يرجع يمارس دوره الإعلامي بلبنان، إضافة لتلفزيون لبنان ثلث الخياط، ومشان هيك قمنا بزيارة لفرانس ميديا مون بفرنسا حوالي شهر ونص، واتفقنا معهم أنه يعملوا زيارة للبنان ويساعدونا بإمكانية إعادة أحياء هذا التلفزيون وخلق دور جديد للإعلام الرسمي في لبنان. هذا المبنى الحقيقة من أفضل المباني ومصمم أنه يكون تلفزيون، لكن مع الأسف مثل ما شفتوا الوضع اليوم، الأستاذ أحمد الشيخ والفريق اللي معه والخبير التقني حبوا يجوا يطلعوا بنفسهم على المبنى وعلى إمكانية تحديث وإطلاق قناة 9 اللي بنعرفها قديما، قناة 9 أنه نرجع نطلقها ونحط برامج فرنسية، وكان في تجاوب كتير كبير من طرفهم، وأيضا دولة الرئيس سعد الحريري حريص على إعادة أحياء هذا التلفزيون. اليوم الخطوة العملية الأولى بهذا المجال، رح نتابع اتصالاتنا واجتماعاتنا معهم. نحن بحاجة إلى تجهيز، تلفزيون لبنان قادر يرمم المبنى لكن تجهيزه مكلف إلى حد ما. عم نحاول مع الحكومة الفرنسية، مع فرانس ميديا ومع جهات تانية أنه نأمن هبات لتجهيز التلفزيون وإعادة إطلاقه بصورة جديدة بخدمة الإعلام الرسمي والإعلام الوطني بلبنان. فنحن اليوم عم نشتغل مع معالي والوزارة والطاقم تاعه لنشوف كيف فينا ننشئ قناة جديدة هون، نساعد اللبنانيين والجمهور اللبناني اللي اكيد عايز هيك وحابب انه هيك قناة ترجع تبث عن جديد. نحن عم نجرب نساعدهم بخبرتنا ونشتغل مع الجماعة الموجودين هون حتى ننشئ هالقناة الجديدة. وكان ثناء من الجميع على تاريخ تلفزيون لبنان ودوره الريادي وارشيفه الغني. الرئيس نجيب ميقاتي الذي حضر إلى قصر عدل بيروت برفقة نجله ماهر للإدلاء بأفادته أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة جورج جزء في ملف القروض المصرفية، ولدى مغادرته أوضح أن القروض التي يتحدثون عنها هي قروض مصرفية طبيعية تجارية ولا علاقة لها بالمال العام أو بموضوع الإسكان. أصررت أني أحضر احتراما وإجلالا للقضاء،
وايضا لقناعتي بسلامه الملف اللي عم ينطلعوا عليه. كان في حديث مطول مع سعاده الرئيس المحقق الاول وارجئت للبحث في الموضوع لتقديم الدفعات اللازمه ل 12/12 من شهر طالع 2019. بتمنى هالمؤامر ياخذ منحه الطبيعي، نبعد عنه التسييس. نحن نؤمن ايمان كامل بدوله القانون، وانا بدي اقول وخليهم يخيطوا بغير هالمسلم. اللي بيعرف نجيب مئاتي بيعرف انه هالموضوع غير وارد عنده مد يده باي شكل من الاشكال على المال العام. انا في العشرين سنه الماضيه بالعمل العام لم اقوم باي عمل له علاقه مع الدوله اللبنانيه. ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على موظف في وزارة الطاقة والمياه بجرم اعطاء افادة كاذبة لاستثمار مقلع خلافا للاصول وهدر المال العام، وحال الملف على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولة منصور. وإلى أخبار المنطقة، عشرات القتلى والجرحى في الناصرية وحداد عام 3 أيام وحظر تجوال في النجف بعد إحراق القنصلية الإيرانية. أحد 28 من تشرين الثاني هو أكثر الأيام دموية منذ بدء الانتفاضة العراقية في بداية تشرين الأول الماضي. السلطات العراقية فرضت حظر تجول في مدينة النجف جنوب البلاد بعدما اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في وقت متأخر من مساء الأربعاء وأضرموا النيران فيها، ورفعوا المحتجون شعارات ضد إيران وصرخوا لا نريد الإيرانيين. وسائل إعلام رسمية ذكرت أن المصالح الحكومية والأعمال التجارية ظلت مقفلة في المدينة. في مدينة الناصرية، وعلى رغم حظر التجول الذي فرضته السلطات العراقية، حصلت كذلك مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين أغلقوا جسرا في المدينة، وأسفرت المواجهات عن عدد من القتلى، بحيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية أن الصدمات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 28 محتجا، ولقي 4 أشخاص مصرعهم في العاصمة بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية باتجاههم. السلطات العراقية أعلنت تشكيل خلايا أزمة من المدنيين والعسكريين لكبح الاضطرابات، وتعهد القائد العسكري للحشد الشعبي باستخدام القوة لمنع أي هجوم على السلطات الدينية. يذكر أن الاحتجاجات الحاشدة تهدف لإسقاط حكومة يعتبرها المحتجون غارقة في الفساد ومدعومة من إيران. اتهمت الولايات المتحدة روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة في الحرب الأهلية من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها. وإلى الرياضة مع داني حرب. استضافت الكثبان الرملية ذات المناظر الخلابة في بلدية مكسيكالي في ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية حدث رياضي حمل اسم باخا ساند بورد لعام 2019، وقد شهدت المحطة الرابعة من جولة دي ار اي ساند بورد العالمية لهذا العام قيام منافسين من جميع انحاء العالم بمحاولات رائعة عبر سلاسم في اختصاصات مختلفة. وقد حصل البرازيلي ويليام اوليفيرا على الميدالية الذهبية في فئة المنحدرات، وتفوق على صاحب الأرض لويس بالديث والأمريكي جابرييل كروس. وستقام الجولة المقبلة بعد ساعات قليلة في بيرو على أن تنتهي البطولة العالمية في تشيلي في 15 من كانون الأول المقبل. ختاما، جرى مساء اليوم صحب اليانصيب الوطني اللبناني، وقد ربحت الجائزة الكبرى 150 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 90650. وألف مبروك للرابحين. وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.